دعت دولة الكويت اليوم المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في وقف نزيف الدم وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب السورية في ضوء الأوضاع المأساوية فيها. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان إن دولة الكويت التي تتابع بقلق وألم بالغين تطورات الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأشقاء السوريون في مدينة حلب، تدعو المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في وقف نزيف الدم وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، مضيفا أن الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى التجاوب مع الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة ودولة قطر وجمهورية تركيا لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في سوريا. وذكر أن دولة الكويت والتزاما بمسؤولياتها العربية والإسلامية فقد دعت إلى عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، كما دعت منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري لبحث الوضع في سوريا في ضوء تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب.